والآن ينضم إلينا من إربد المتعافي محمد الزابي. أهلا بك محمد، ما هو العلاج الذي تلقيته وأدى إلى شفائك؟ مساء الخير أولا ستي، والحمد لله على نعمة الشفاء التام. العلاج يعني هلا أنا تعاملوا معي بعدة طرق. علاج الملاريا كان باليوم الرابع من الحجر الصحي، كان العامل النفسي، طريقة التغذية، طريقة الاهتمام الأسري وفريق التمريض، يعني كله كان له عوامل. طيب بالنسبة لعلاج الملاريا، إلى أي حد أثبت هذا الدواء نجاعته في معالجة المصابين بفيروس كورونا؟ سيد الكريم، صدقا أنا يعني لا أعلم عن الأطباء والنتائج، ولكن أنا تعاملوا معي يعني بأول يوم صدمة الخبر أنه أنا عندي فيروس كورونا، طريقة الحجز أو الحجر العناية بالمستشفى، طريقة التعامل معي من ناحية أول ثلاث أيام والرابع بالتغذية، بالإرشادات الرياضة داخل الغرفة، الفحوصات اليومية، تصوير الأشعة، عينات الدم، الجهد، الضغط. اليوم الرابع كان في كورس علاج ملاريا متزامن مع عناية أشد دقة، عناية كانت باستمرار الفحوصات الدورية وصور الأشعة كالمعتاد. كان الفحص باليوم السابع مائل للشفاء، كنت أنا اليوم الثالث ماخذ الدواء أو الرابع. اليوم رقم 11 عاد عن أطفالي وأسرتي بالأساسيات، النوم، الطعام، المرافق الصحية، يعني وال14 يوم راح يكون كمان حجر منزلي كامل. كيف كانت هذه التجربة؟ هل هي قاسية أم كانت عادية؟ لأنه البعض يقول بأنه لا يعرف حتى أعراض هذا المرض، البعض الآخر يقول أنه عانى كثيرا من ضيق التنفس. كيف بدأت تجربتك مع هذا المرض؟ يا سيدي الكريم، أنا يعني تحديد الإصابة كان التعب العام، جفاف منطقة الحلق، آلام بالعين. حسب الإرشادات واتصال هاتفي مع الطبيب أقر أني أفحص. الفحص كان انه انا بحمل الفيروس، والارشادات كانت انه انت مع مين تعاملت، لانه احيانا بكون معك الفيروس ناقل للعدوى، مش شرط انك تتاثر فيه. كان في تفريق تحصي كامل على الاصدقاء بالعمل بالمنزل. الام ما كان في الام متعبه، على قدر الام النفسيه بالبداية الامر، خوفي على زوجتي، على اطفالي، تأمين حياتهم، تأمين ملتزماتهم كونه أنا المعيل. سرعان ما كان في دور من الأجهزة الأمنية صدقا بمتابعة بيتي وتأمين كل التزاماته، والمستشفى كان لها دور تأميني بشبكة اتصالات سكايب مع بيتي والإطمئنان، وكانت يعني الأمور نوعا ما أقرب إلى أنا بحجر صحي ورح أعود لبيتي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المتعافي محمد الزعبي، كنت معنا من إربد، شكرا لك.